اليوم نعقد المجلس الإقليمي ديال شتوكا إيسباها في الدورة ديالو العادية، ودرس عدة مشاريع وعدة اتفاقيات، ومن ضمنهم اتفاقية اللي كتجمع مع المجلس الإقليمي ديال شتوكا إيسباها مع مجلس الإقليمي للسياحة. وفي هذا الإطار تنوهوا بهذا الموقف هذا اللي هما استدعونا باش نحضروا معهم لمناقشة الاتفاقية هذه، وكان نقاش يعني مستفاد لجميع المشاكل ديال الإقليم اللي كيشاهدهم في هذه الفترة هذه اللي فاتت. وحنا الحمد لله كنتمنوا نكونوا في المستوى ديال اللي كيتمنوا فينا سواء المجلس الإقليمي أو المواطنين ديال الإقليم شتوكا إيسباها وعلى رأسهم السيد العامل. وحنا إن شاء الله ما يمكن لنا نتمنوا هذا المجهود ديالهم اللي داروا معنا هذه الاتفاقية، وغادي يقدموا معنا واحد الدعم مهم اللي إن شاء الله غادي ننفذوا المشاريع اللي هما كاينين في البنك المعلومات ديال المجلس الإقليمي للسياحة. حنا إن شاء الله هذا العام هذا راه عندنا مخطط باش نخدموا في 2020، ريتما نشوفوا مختصين اللي غيوجدوا لنا واحد المخطط بالتشارك مع الساكنة ومع المهنيين ومع السلطات اللي غادي يكون على المدى المتوسط والبعيد إن شاء الله. فقياد كتشمل المجلس الإقليمي ديال شتوكا إيسباها ومجلس الإقليمي للسياحة، مفرقة على ثلاثة ديال الدعمات. الاول ديال المجلس الاقليمي ديال شتوكا إيسباها، الثاني ديال وزاره الداخليه، الثالث ديال لالوراتلونتيك واحد يعني فرنسيه، والثالث ديال وزاره الخارجيه الفرنسيه اللي كتقدموا للمجلس الاقليمي للسياحه في المغرب للنهوض بهذا القطاع. هذا هو دعم عادي كيمشي في جميع المشاريع، ولكن ان شاء الله غادي نشوفوا مع الجماعات المحليات باش يعطيونا واحد الدعم لتسيير المكتبه ولا المصارف ديال المجلس الاقليمي للسياحه. ومن هنا تنوعدوا الجميع باش نكونوا في المستوى ديال الحدث، وان شاء الله حتى حنا نشاركوا في مشاريع مدره للدخل لاستقرار المواطنين في المناطق ديالهم، ونكونوا في مستوى ديال الظن ديال صاحب الجلاله نصره الله.